سيئ. الدنيا بيت أرضك دي على أرضك دي. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله هي الصلاة. قيامته وراء إن أقع عملتكم قري إن أنفطم حزاب اللي كبكي نماذا به كتنة نماذا. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح فحينما قام المنجر من فيها مكشمر إن قام يا بسلام المنجر. وإن فسدت إنما استنماره فصار المنجر فقد خاب وخسر فهي يمينك قلني بهلاك وجهك انكشمر. همي ما بسلمي من حافظ عليها إن ما المنجر ركات المنجميك كانت له نورا إن يهمتك يا مال نورك مقران يمينك وبرهان إلى سلام التكاني حجة الدليل ما نبيه كهي ونجاه يوم القيامة هذه قيامة توهقا سلامك كم مسلمك ما نبيه كهي خذين مانو إلي سلامتك كم قماني نورك كم قماني دليلك كم قماني ومن لم يحافظ عليها إنما سلمان كم أجل ركات الوجل لم تكن له نورا إني كان نور اللي بكر النواني ولا برهانا هذه حجة الدليل ندمين إليك لك سلامكما دكاني ولا نجاه يوم القيامة القيامة تهكا سلامك بيوس إليك اللي بكت النواري وكان يوم القيامة أدي إلى قيامة الرباه حتي مع فرعون فرعون آيكيك وقارون أدي قارون آيكيك وهامان أدي هامان آيكيك وأبي بن خلف أدي أبي بن خلف آيكيك بمدى ندفع إمام آيكيك ندفع ولد آيكيك محتر قربيني نما دولا بيها إما نما دك كبير من السماء لبي براغ النبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما فهو وصية قلقي نما دو الصلاة الصلاة نما دي نما دي إكلفان على سكول فلا تنفرا بني ونبا إكلفانو حديث بقر بابا مني إكلنا لكم من حدام بحتن جهي أما رضي الله عنه شهيد قد لبنا هيدو قاعد إكلفان الدين نمني الصلاة يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين نما دي إكلفان بدار بي نعم آيكي أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام يضاع صلاة دناشي نماذو قل ولا في ميهك إسلام كم بس نصيب اللي بيجي نلوي إسلام كم بس نصيب اللي بيجي نلوي. سئل علي رضي الله عنه عن امرأة الله تصلي علي رضي الله عنها سؤال دين نمني نماذ نبرا عنك نقابه هيكتو فقال إيه بيت ليفار بدار بيه من لم يصلي فهو كافر نماذ نبرا ميها دناشي فهي أبيه بي كافرك. أدي ابن مسعود رضي الله عنه بدار بيه كم بارد فاوي من لم يصلي فلا دين له نماذ نكرا ميها فهي ميهك دين النون ناري إيهك باباتي ألو من بسلم بي ألو من كوري فيرهنونا عنهنون بس بسلم بي ألو من عمها إمها عملتك رنجل كوري بيتو